السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتعلم ازاي نقدر نبرمج ألعاب من غير ما نكتب كود، من غير ما نكتب شفرة، من غير ما نكتب بايثون او سي شارب. لا، مجرد بس ان احنا ايه بنحط البلوكات جنب بعض. فانا هقول له هبدأ اهوت، وهقول له عايز ابدأ بأول مستوى، واقول له هبدأ. المفروض تقول له كونتينيو لان انت عايز تكمل. انا عايز ابدأ من البداية خالص عشان نشوف الدروس مع بعض. تمام، بيقول لي امشي على الخطوات عشان تبدأ ان انت تتعلم. فانا هقول له انا عايز ابدأ من اول خطوة. طيب، هو بيقول لي هنا المشهد حط سيت باك جراوند ايمج 2. فاقول له من سين انا عايز اغير الخلفيه اللون بتاعها، الكالر بتاعها، وعايز اغير الصوره بتاعتها. تمام، بالشكل ده. طيب، هنا ممكن نغير الخلفيه بحيث اول ما نبدا نلاقي اللون احنا عايزينه، وليكن مثلا الاخضر. تمام، بحيث اول ما نبدا اللعبه اللون يتغير للون الاخضر. طيب، لو قلنا لا احنا عايزين نخليها مثلا اللون دوت، هتلاقي اتغير للون دوت. طيب، انا عايز ابدا ارسم جواها، فاجي هنا في الباك جراوند ابدا ارسم اي حاجه انا عايزها. تمام، معانا طبعا تولز كتيره للرسم. ممكن ترسم مثلا دوريه كده، ودوريه تانية كده، ودوريه تانية كده، واقول له دن. فالرسم اللي انت رسمتها هتبدا تظهر معاك هنا في الشاشه اول ما نبدا اهي. طيب كده احنا عرفنا ازاي نغير خلفيه للرسمه زي ما انت عايز. هنا بيقول لي خلي فيه زي سيت باك جراوند ايمج. بيقول لي ان انت ممكن تختار اصلا من الجاليري، يعني في شويه صور ممكن تختار منهم. فادخل هنا في الجاليري واختار اي صوره معينه خلفيه للعبه مثلا. طيب، زي ما شفت هو بيديك خطوات وتمشي عليها تبدا ان انت تتعلم. فبيقول لي هنا ضيف ليبل. Are you awesome? طيب، وليك ان انت تيجي هنا وتغير اللون زي ما انت عايز بتاع الكلام بالشكل دوت. طيب، عايز بعد كده ادخل في المشهد واقول له start screen بحيث ان هو يعمل لنا افكت معين. تقدر تيجي هنا وتختار المدة بتاعت الافكت دوت. طيب، خلينا نختار افكت تاني. طبعا هنقدر نقفل اللعبة ونشغلها تاني، ونقدر نتحكم في الصوت، ونقدر نعمل لها نخليها تملى الشاشة. شايف في مؤثر اهو حصل اهو. طيب، ممكن اغير المؤثر. ممكن حتى دي نخليها اول واحدة عشان المؤثر نشوف بسرعة. كده مفيش مؤثر خالص، نون. انا ممكن نخلي فيه كلاود. طيب، نلغي الباك جراوند ديت اهي. ممكن اجي هنا واقول له انا عايزها هي هي حاجات بتحرك هي على الشاشه، فتقدر تختار وتغير فيها زي ما انت عايز. طيب، بيقولك بقى لو انت عايز تعمل مشاركة، فهنرجع للصفحة الرئيسية وهلاقي هنا شير. فتقدر تشير، تديله اسم بروجكت تايتل، وبعد كده تقدر انت تشيره على الفيسبوك، تويتر، زي ما انت عايز. كل المنصات دي تقدر انت تشير عليها الحاجة اللي انت عملتها. خلصت اي مستوى فيهم تقدر تقول له طب انا عايز ادخل بقى على المستوى التاني. هاجي هنا اقول له دان. يروح فاتح لي المستوى اللي بعد كده، اقدر اقول له ستارت، وهكذا. كل مره بيديك خطوه صغيره، لكن بعد كده بسهوله بتلاقي نفسك اتعلمت افكار برمجيه كتيره جدا، وبقى الموضوع بالنسبه لك سهل. يعني هنا هنعمل مثلا كارت معايده مثلا. تمام، لاحظ ان في حاجات كتيره زادت ما كانتش موجوده قبل كده. بيقول لي روح على الكنترول وهتلاقي الاداه دي معناها ايه بقى؟
ان في الزراير اللي هنا دي اللي هو زرار A و B والفوق وتحت وكذا، اقدر ان انا اتحكم فيهم. يعني اقول له هنا اول ما تشتغل ابدأ بقى حط لي اغنية معينة. done. اول ما تدوس على حرف الايه يبدا يحط لك الاغنيه دي. طبعا انت ممكن تعمل نفس الحاجه لحرف البي مثلا، وكل الزرار اهي، بس هنحط بقى ايه نغمات مختلفه. طبعا مش فاهم انا بعمل ايه، ولا سلم الموسيقي ولا حتى سلم الخدامين، بس يعني هو تقريبا اخترت نفس الحاجه وما غيرتهاش. يبقى كده حرف البي ليه نغمة غير الاي. طيب نقول له بقى نيكست، بيقول لي من الجيم هتلاقي في حاجة اسمها شو لونج تكست، هنحطه فين بقى؟ هنحطه هنا. تمام يلعب الموسيقى الاول بعد كده يجيب لنا النص دوت مكتوبه. طبعا ده سهل جدا، تكتب بقى اللي انت عايزه هنا. تمام يعني مجرد تكتب اللي انت عايزه. هلو ايجيبت، هلو وورلد، ماشي، وتقول له بقى ايه شغل. بيقول لي ايه روح للجيم وست ديالوج فريم. ديالوج فريم عايزين نرسم فيه بقى اللي احنا عايزينه. اهو دون. بس ليه متغيرش؟ هقول لك ليه. عشان احنا قلنا له اكتب وبعد كده قلت له غير، لازم اخلي ان هو غير اللون الاول. اروح دايس بقى على حرف الايه، هيغير اللون وبعد كده يجيب لي الكلام، فكده يبدا تشوف اللون ظهر عندك. طيب بيقول لي لا انت في حاجه مش عاملها زي ما هو عايز بالظبط. تمام هو عايز ست ديالوج تكست، ماشي، ست ديالوج تكست، واختار بقى اللون اللي انت عايزه اهو دان. فكده احنا خلصنا المستويين ونقدر ندخل على المستوى اللي بعد كده. طيب هو دلوقتي بقى هيدخلنا في حاجات اكثر متعه او اكثر تفاصيل من اللي كان قبل كده. تمام فكل مره بيديك خطوه صغيره خطوه صغيره لحد ما تقدر ان انت تعمل البرامج كلها او الالعاب اللي انت عايزها باقل مجهود. طيب انا اقول له ان انا عايز المشهد من هنا، من المشهد اهو، اقول له set background image to on start. طيب بيقول لي from spring، انا مش عايز سبرينج اول واحدة. طيب هقول له set my spread to spread. طيب خلينا نشوف كده هتبقى عاملة ازاي، وخلينا نغير اللون. تقدر طبعا ترسم اي حاجة انت عايزها. اللي احنا رسمناه موجود اهوت. طيب نيكست نيكست. طيب كنترول بقى هنتحكم في الحاجه اللي احنا عايزينها. فانا هقول له لما دوست زرار الاي مثلا اعمل كذا، ممكن نغير لاي زرار احنا عايزينه. تمام هو بيقول لي شو لونج تكست،
طيب خلينا نضغط. نقدر بقى نحط الميوزك اللي احنا عايزينها. ميوزك بلاي. طيب ممكن نحط اي واحدة مش مشكلة. هنا بقى بتختار. لما حد يدوس على زرار الايه يبدأ يجيب لي التكست. نكتب مثلا ايه هلو وورلد. كلمة هلو وورلد اهيت. وبعد كده يبدأ بقى يعزف الموسيقى اللي احنا عايزينها. بيقول لي من المشهد اعمل ستارت سكرين. بس هنحطها فين؟ هنحطها هنا في الايه. كده احنا خلصنا المستوى دوت ودخلنا في المستوى اللي بعده.